اوكي هلو شباب، مثل ما وعدتكم البارحة نزلت ستوري على الانستغرام، راح احكي بيه على قلت لكم اسألوني اي سؤال. هذه الفقرة نسويها احنا كل اسبوع، كنا قررت انه اخليكم تسألون، اقرأ كل الاسئلة مالتكم قبل لا تخلص او قبل لا يخلص الستوري واجاوبكم بفيديو. اللي ما يعرفني اخوكم سيف الياسي على الانستغرام مالتي، هذا راح اجاوبكم واحد واحد. اوكي صراحة تجربتي بالافلام ما مجرباني انه اصور فيلم او حتى اي تصوير بسيط، يمكن جربت ويا لو ايساهي كم مرة كم مقطع، ما اظنها ناجحة. ما تصور شغلتي، بس اذا حلمك انت فاتصور تقصد هذا الفيديو اللي هو بالجولف نيوز نزل. نجي نشوف السؤال الثاني. أني طلعت من العراق سنة 2005 وإحنا هسه بال 2020، يعني تقريبا صار لي 15 سنة بدبي. عندي كلش هواية فيديوهات، راح أخلي لكم فيديو هنا فوق، أكو كتابة راح تطلع لكم، أتصور هنا ندوسوا على اللينك وشوفوا هواية تمارين ما ظهر. نجي على السؤال الأخ، ليش حالتكم ميؤوسة؟ شو تقصدون من عدها؟ بسبب الحظر يعني، لو بسبب انه ماكو دافع للرياضة؟ بالعكس، ما حباني هالسلبية. قولي لنفسك، هي طبعا ابني اللي كاتبة، قولي لنفسك انه بالعكس عندك انت ارادة وعندك قدرة على انه تقومين تسوين تمارين رياضية تلتزمين بالرجيم، وبالعكس دائما شجعي نفسك. بالضبط. الأخ علي كتب لي هذا السؤال. أنت يجوز ما تأكل هواية بس تنقنق هواية، شنو معنات تنقنق للي مو عراقيين؟ يعني يأكل سناكس بين الوجبات ويأكل سناكس قليلة، فهذه السناكس قد تكون بها سعرات حرارية كلش عالية، فالجسم يحتاج إلى طاقة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية. فأنت من دا تأكل وجبات ثلاثة أتصور دا تشبع بطنك اللي مدى تخليك تروح تأكل هاي السناكس. فهي بالأكل بالذكاء، شلون تعرف تختار نوعية الأكل وتأكل. أكلوا، أنا أقول لكم أكلوا، النقنقات وعدم الأكل ما رح تفيدكم. إذا قبل الحظر الصحي هذا هسه اللي إحنا بيه، أنا أداوم بالشركة تقريبا 8:30 إلى 5، أطلع أروح للجيم، عندي ناس أدربهم هناك، أقل ال 11 أو ال 12 بالليل تقريبا على حسب الأيام، عندي يوم الجمعة أوف. خلال هذا الوقت اللي أمرن به الناس أحاول ألقى وقت لنفسي أتمرن. أنا تمريني ما يطول أكثر من ساعة ماكسيمم. إذا ما لقيت وقت فراغ إلي أحاول أتمرن ويا شخص قريب على مستواي اللي نقدر نتمرن به سويا. أما في وقت الحظر هسه، فمثل ما تشوفون أنا هذا المكتب هسه، فدا نشتغل من البيت إحنا، أقدر أتمرن، عندي الأوقات المناسبة اللي أتمرن بيها، فدا أتمرن التمارين اللي دا أصورها وأنزل لكم إياها. الصدر العلوي من الصعب التركيز عليه، وهو بصورة عامة الصدر همينة، اللي شايف أنا من خلال التجربة أنه الناس من تتمرن، وأنا واحدة من الناس اللي همينة كانت عندي مشكلة الصدر العلوي وبصورة عامة الصدر، اللي هي من ندفع الكتف دائما يطلع قبل الصدر، يعني يطلع قدام الصدر. فأني اللي أريدكم دائما أن تخلون أكتافكم راجعة لي وراء، ومن الدفعون إيديكم لا تكون فوق، هاي أول شغلة، لأنه هذه بحد ذاتها هي مو زينة على الكتاف وعلى مفصل الكتف. فتنزلون إيديكم، تحاولون تقلصون ظهركم، لأنه يعني الظهر مثل القاعدة، أنتوا عندكم مدفع، إحنا هذه هسة مدفع، فالمدفع هو نفسه، إذا تخلوه على كونكريت اللي هو الظهر القوي يعني، أو تخلوه على بلم، فشلون راح يكون الدفع؟ هو نفس المدفع، نفس العضلات مع الصدر، بس الاختلاف هو الكونكريت اللي هو الظهر القوي والبلم اللي هو على مي. فلازم دائما تقوون ظهركم اول ما تريدون تدفعون، وتدفعون شوفوا الدفع شلون يكون. انا هسه اريد ادفع شخص، ادفعه بهالطريقه، هذه ما راح ادفعه ايدي فوق او كوعي عكسي مفصل المرفق،
يكون عالي، لا هالشكل. فمجرد أنه أسوي هالشكل هذه هساني دفاتي اشتغلت، فأقدر أدفع وزن أعلى بالصدر. وشوفوا ما طلعت شيء في اللي قدام، دائما يقعد والصدر هو اللي طالعني قدام. فتشتغل تبقى تركيز العلوي على المستوي أو الأسفل هي بحركة الإيد، وأنا أفضل أنه تكون تمارين أعلى الصدر تتمرنوها بالكيبلات من جوا فوق، نفس التعليمات اللي شرحتها قبل شوية تتبعوها. أني عراقي، انولدت 1980 شهر 7، انولدت ببغداد، وطفولتي قضيتها بلندن 6 سنين. والدي طبيب كان يدرس هناك وكنا عايشين وياه. رجعنا بالتسعين للعراق وطلعت من العراق 2005. والله يا أخي ضوجة الرجال تحديدا، بدون شغل مو ما يقعد بالبيت، بالأخص شخص متعود على شغلتين وما يرجع إلا بالليل، فصعب. طبعا دائما هذه التمارين المفردة هي اللي تعالج هالموضوع. ونصيحتي بالتمارين المفردة، يعني مثلا إذا أنا يمناوي عندي دائما الباي مثلا أو التراي اليمنى أكبر من اليسرى، فشو أسوي؟ ودائما عندي مثلا تكون اليسرى ضعيفة، أبلش باليسرى أول شيء، وأضيف لها تكرارين إلى ثلاثة، وبعدين أبدي بالجهة القوية. فدائما التمارين المفردة هي راح تعدل من الإمبالانس هذا اللي نسميه إحنا، عدم التوازن بين العضلات. وهذا الشيء يتبع على الرجل، على الظهر، كل الجسم يعني بصورة عامة. هذا سؤال حلو. أنا من الأشخاص اللي عندي أول شيء مكان صغير، فما أقدر أجيب تريدميل أو بايسيكل أخليه داخل البيت حتى أسوي الكارديو. هل أكو بديل؟ نعم أكو بديل. البديل هو التمارين الهوائية اللي نزلتها، وهنا هاي التمارين اللي هي بدون وزن، هذه كلها تعتبر تمارين كارديو لأنه وزن الجسم، ما عندنا وزن. الفقرة الحلوة بالموضوع هي لأنه ما تحتاج أنت أجهزة، تحتاج مكان صغير بس تقدر تسوي بيها التمارين مالتك بدون ما تحتاج إلى جهاز. الفكرة هي وين؟ الفكرة بالوقت. احنا بالكارديو شنو هو؟ ليش اسمه كارديو؟ الكارديو يعني معناها القلب، السيستم القلب، كارديولوجي يعني علم القلب. اسمه كارديو، احنا نحتاج نصعد نبضات القلب الى مستوى معين. فهذه التمارين بما انه وقت الراحة كلش قليل بين التمارين، تختار لك 4 إلى 5 تمارين تنوع بيناتهم، تتمرن لوقت معين. مثلا انا دائما ابدي بها ب20 ثانية واعطي راحة 10 ثواني، وارجع رأسا على التمرين الثاني، وهكذا اخلص الخمسة او الاربع تمارين، ارتاح لدقيقة وارجع اعيدها مرتين ثلاثة. هذا يعتبر كارديو. بنفس الوقت تبدأ تشغل عضلات الجسم، خاصة اذا تشنت بالفترة الحالية دا تسأل عليها بداخل البيت. طبعا اللي سأل السؤال اعرفه واعرفه دا يتشاقه واعرفه دا يتشاقه، فراح اقول لها انه خليك بقرايتك، اوكي، لانه اذا ماكو رجيم وماكو رياضه لك الله بس ودراستك. شباب، الشباب وحتى البنات اللي داخلين في المجال هذا بناء العضلات، لا تخافون من انه راح تنزل العضلات، هي راح تنزل، لانه ما تشوف الجهد اللي تشوفه بداخل الجيم. الاوزان ما موجوده مثل ما موجوده بداخل الجيم، ما عندنا الاوزان الثقيله هنا حتى نحط العضله تحت الحمل. فش راح نسوي احنا في الحالة هذه؟ راح العضلة راح تبدي تكش، بس احنا نحاول نحافظ على اللياقة، نحافظ على المرونة العضلات، نوعا ما نحافظ على الشد اللي دا يصير بالعضلات باللي موجود عندنا، بوزن جسمنا، بالأثقال اللي موجودة بالبيت البسيطة، بالريزيستنت بانز المطاط هذا، او اي شيء ثاني داخل البيت موجود. اكيد راح تختلف، اكيد احتمال، يعني هي تعتمد على الاكل وعلى الأوزان اللي متعود عليها بداخل الجيم، وهل هي مشابهة للأوزان اللي تتمرن عليها بالبيت. ممكن أنه راح أقول لك إذا راح تقل، بس لا تخافون. العضلة بيها يسموها المصل ميموري، ذاكرة العضلة. بس تدي تتمرن أنت لأول مرة، أكو شغلات اسمها ساتلايت سيلز. هذه الساتلايت سيلز أنت من تتمرن راح تبدي تزيد عندك، لأنه العضلة راح تبدي تأخذ حجم أكبر من الحجم اللي كانت عليه بدون تمرين، فراح تبدي تزيد هذه الساتلايت سيلز. هذه بعدين من راح تترك التمرين،
وتبدي تنزل العضلة، الساتلايت سيلز ما راح تقل، راح تكون هي نفس الكمية بس العضلة أصغر. من راح ترجع تتمرن مرة ثانية إيش راح يصير؟ هذه عندها ذاكرة، تعرف أنه الجهد اللي أنت كنت تخليه العضلة عليها قبل الحظر هسه هذا راح ترجع تتذكر، فلا تخاف ترجع بسرعة وترجع تزيد العضلات وتأخذ وضعها الطبيعي، فماكو شيء يخوف. واحد مسوي لي هلو، مسوي لي هلو. أوكي، صراحة أنا بطلت من زمان أنه أحسب سعراتي، لأنه هالقد ما حسبت سعرات حرارة، السعرات الحرارية بالأكل، وهاي صرت أعرفها لمجرد أنه أشوفها. بس اللي دا أسويه هسه هو الصيام المتقطع، حتى شوية نوعا ما أقدر أخذ راحتي بالأكل. دا أقعد الصبح ما أكل إلى حد مثلا ساعة واحدة أو ثنتين، دا أقعد ساعة بين 7:30 أو 8 أشتغل، فبس مي وشاي أخضر أو قهوة بدون شكر بدون حليب قلنا. هذا اللي أقضي إلى حد ما يصير مثلا وقت الغداء وأتغدى، أو أسوي هو الريوق مثلا إذا مشتهي بيض ومشتهي ريوق شوية أخره، وراها أكل وجبة ثانية ثالثة مثلا، وراها أرجع مثلا بعد الساعة 9 أو بالعشرة أو بالثمانية أرجع مرة ثانية أصوم إلى ثاني يوم، وهكذا. هل أسويها كل يوم؟ لا مو كل يوم، بس يعني نوعا ما مرتب الأكل، محافظ على الأكل، مبتعد ابتعاد كامل عن الحلويات، هاي أهم شغلة. وبس موازن ما بين البروتينات، نسب البروتين اللي تدخل الجسمي شوية قللتها، لأنه التمرين مالتي مو بذاك الكثافة اللي كان بي قبل، لأنه ما أريد أحول البروتين إلى كربوهيدرات وبعدين بالتالي إلى دهون داخل الجسم، لأنه هكذا بعدين تتخزن إلى شكل على شكل شحوم. تعتمد موضوع التشنج هو عدد الألياف اللي تشارك بالعضلة بأثناء التمرين، فالعضلة هي متكونة من عدة ألياف، فهذه الألياف بالسيتات أنت كل ما تزيد الوزن كل ما تخلي ألياف أكثر تساعد بالسيت اللي يجي، لأنه راح يكون أثقل وهكذا. فالتشنج مو فد علامة إذا تركت أسبوع، ممكن أنه أنت ما تترك أسبوع، ممكن أنه تكمل أنت ويصير عندك التشنجات، فما لها علاقة. لا تخلي عندك التشنجات هي الهم الوحيد، فأنت شو تسوي؟ تتمرن، ويعني ارجع حاول مرة ثانية تسوي ستريتش بعد التمرين حتى يساعدك بالاستشفاء العضلي ما بعد التمرين، ويساعدك انه تقل عندك التشنجات. It's going very well and we're doing very fine. والله شغل من البيت الى الساعة 5 بس يعني مرتاح نوعا ما، مو كلش ذاك الشغل يعني انه متقيد، فاقدر اسوي اشياء ثانية بداخل البيت. الحظر عندنا احنا يبدي من ساعة 8 الى ساعة 6 8 بالليل، يعني الى ساعة 6 الصبح، فمضطر انه اسوي فيديوهات اقرأ، تستمر بالتمارين الخفيفة، حاول تسوي مساجات، مي حار اذا عندك كيس مي حار تخلي على المكان التشنج، ادهن دهن فولتارين ونام تساعدك هذه، وحاول تشوف اذا المخدة مثلا عندك عالية تبريده يضرب عليك، لانه هذه هي اللي تسوي تشنجات بالرقبة. طبعا أشكرك، التيشيرتات هذه والشورتات والتراكسودات وحتى الكات اللي أتمرن بها هذه موجودة على الويب سايت وحش.ae، دخلوا عليها ممكن تطلبون من عنده للي داخل الإمارات، وإن شاء الله راح نوصل، نقدر نوصل انترناشنال للي خارج الإمارات. شاي أخضر دائما بدون شكر، أنا ما أحب الشاي الحار الأخضر، فش أسوي؟ أخلي التي باك دائما بالشاي حتى يبرد ويصير ثخين، وشربه كأنما دواء، كلش مفيد. التمارين هذه للأطفال، للمراهقين، للشباب، للشياب، لأي الأعمار كلها اللي دا أسويها، اللي هي تمارين المنزلية دا أحكي، حتى التمارين اللي بالجيم، بس اختلاف الأوزان فقط، هي كلها تمارين واحدة ماكو فرق. التمارين المنزلية اللي دا نزلها هسه بالفترة الأخيرة هذه، روح شوفها على اليوتيوب وتابع، هذه التمارين اللي تقدر تتمرنها أنت. الحمد لله محافظ وما راح يصير،
تحت يعني هاي السالفة. صار في فترة من الفترات من حياتي بال 2009 2010 وراها اختفى بعد انتهت، ما راح يصير عندي لأنه محافظ على كمية الأكل اللي تدخل جسمي وكمية الطاقة اللي أحرقها برا الأكل. أوكي شنو هرمون الأوكسي؟ ما عندي فكرة عن هرمون الأوكسي، وأنصح أنا المتابعين والشباب اللي سمعوني واللي تابعوني أنه ما نحكي بالهرمونات، وما أنصح أي أحد يأخذ هرمونات، لا أنا مستخدم ولا رح أنصح بحياتي أي شخص أنه يستخدم الهرمونات. أنا ضد هالفقرة هذه لأنه هذا طريق سريع للنتيجة اللي تريد توصلها، وهذا الطريق ممكن أنه يسبب لك أعراض جانبية أنت في غنى عنها فابتعد عنها. فما رح أجاوب هذا السؤال لأنه بصراحة ما عندي أي خبرة، ممكن تروح تسأل الناس اللي عندهم خبرة، بس أصلاً ما أعرف شنو هرمون الأوكسي اللي مقصود به. تبنين عضل وتزيدين وزن مستحيل، ليش؟ هو زيادة الوزن تجي عن طريق العضلات أو عن طريق الدهون، هي كل الحالتين الوزن ده يزيد، بس أنت مدامش ده تبنين عضلات فإذا أكو زيادة بالوزن فوين المشكلة؟ يعني ليش ده يقولوا لك هالشي هذا مستحيل؟ منطقيا مدى استوعب الموضوع أنه ليش يقولوا لك مستحيل؟ بالعكس يصير، مدامش ده تبنين عضلات معناها وزنك رح يزيد، بس إذا أنت شفتي ثبات بالوزن أو نقصان بالوزن معناها يجوز عندك شحوم أنت دا تنزل، فلذلك يجوز هذا الوزن اللي دا تشوفيه أنت هو احتمال الشحوم اللي موجودة عندك بجسمك دا تذوب أو احتمال المي. فلذلك أنا ما أنصح أحد يشوف الوزن، حاولوا تشوفون نفسكم بالمراية وهو هذا الميزان، عينكم ميزانكم، عافية عليك. الأوزان من نتمرن هذه من الأخلاقيات طبعا، حاولوا تشيلون الأوزان ترجعوها، لأنه إحنا من نتمرن إحنا مدى نبني بس الجسم، نحاول نبني شخصية، فأخلاقك راح تعكسها أنت وتربيتك راح تعكسها برا الجيم بالسياقة وداخل الجيم وحتى بالشارع مشيتك وبالمكان اللي بأي مكان. فحاول أنه تعكس شخصية حلوة بداخل الجيم بأنه ترجع الأوزان. فكر بغيرك، يعني من تتمرن أنت بوزن ثقيل وأنت بطل راح تشيل الوزن وتمرنت وشمرته، فكر أنه اللي دي يتفرج عليك أو اللي دي ينتظرك تخلص حتى يجي يتمرن ما تصور راح يكون بقوتك أنت اللي راح يقدر يشيل هذا الوزن ويرجعه. حتى إذا أكو عمال نظافة بالجمات شوية استحي على نفسك ورجع الأوزان بمكانها حتى اللي يشوفك يتعلم من عندك. إذا أنت مستواك متقدم حاول تكون قدوة للي دي يتفرج عليك، مو بس بالتمرين، حاول تكون قدوة إلى بالترجيع الأوزان بالأخلاقيات، امسح وراك إذا أنت تعرق، فكر بغيرك. بس هذا اللي أقوله. أنت ذا بس تتابع، وأنا إذا نزل كل فيديو على اليوتيوب أحاول أخلي على الإنستغرام، إذا أنت من المتابعين على الإنستغرام. أنا ما أعرف هسا الناس اللي تتابعني على الفيسبوك على اليوتيوب أو على الانستغرام هم نفسهم لو لا، بس أحاول أنه أنشر بكل البلاتفورمز أنه أنا نزلت فيديو على التمارين المنزلية اللي بدون أوزان، فتقدر تروح تشوف على قناة اليوتيوب لأنه هي اللي راح أحاول أركز عليها أكثر بالفترة القادمة. ما افتهمت السؤال بالضبط شنو، بس ليش من أنت تكون جوعان؟ يعني حاول تأكل وأنت جوعان، إذا ما جوعان أنت لا تأكل. مرات تكون عند الأشخاص، بعض الأشخاص اللي عندهم نقص في الفيتامينات، فشوف أنت انتبه إذا أنت فيتامينات تقدر تأكل كميات كافية من الخضار، لأن يعني فيتامينات تجي من الخضار مو بس من المكملات أو الحبابي، بس حاول تأكل كميات خضار. هاي للناس اللي يريدون يضعفون، الناس اللي يريدون يزيدون، كل الناس يعني تتمرن أو ما تتمرن الخضار حافظوا عليه بالأكل. فانتبه، حاول تشرب مية مثلا قبل الأكل، يجوز عندك هذه المشكلة، أو يجوز عندك ده تفكر أنت مدى تنام زين، موضوع نفسي مثلا، الأكل مدى يعجبك غير. سؤال مهم هذا بالنسبة للأكل. هذا الجواب اللي راح أقوله هسه للكل قاعدين بالبيت أو طالعين من البيت. نسب البروتين اللي نحتاجها إحنا بالجسم لازم نأكلها تعتمد الشخص اللي ما يتمرن والشخص اللي كل شيء يتمرن هواية، وحتى أكو تدرجات بيناتهم، بس هي تبقى من الأولويات كميات البروتين. البروتين اللي هي شنو؟ دجاج، بيض، لحم، البيضة، السمك مثلا. أوكي
حاول تحافظ على الكميات اللي تدخل بجسمك. بكل وجبة أريد أنه تكون موجودة اللحوم. أوكي، نجي وراها على الكربوهيدرات. الكربوهيدرات شنو؟ مثلاً تمن، خبز، بوتيتا وغيرها، باستا. تختار لك واحدة من هذه، مو كلها. يعني يا أما تمن أو روز، يعني خبز، مو خبز ويا تمن ويا بوتيتا، لا. يعني انت من تروح تاكل تشتري لك سندويتش، انا هسه اقدر اروح اكل مثلا سندويتش شاورما، اقول له لو الشاورما مثلا شيل اللي بقي لي بس اللحم او الدجاج اللي هي شاورما، زلاطه موجوده بيها وخبز، فهذه تعتبر وجبه كافيه. الخبز قلنا كربوهيدرات، البروتين هو اللحم، الدهون هي اصلا منقعه بالدهن، فما احتاج انه اخلي يعني كميات دهون بالشحوم اكثر، والسلطه اللي هي تعتبر الالياف، فهذه تعتبر وجبة. فأنت خلي كل وجبة تكون مثل البرجر أو تكون مثل الشاورما، فتعرف شلون توزع الأكل مالتك. راح أخذ سؤال أخير وننهي الفقر لأنه حتى لا يصير الفيديو طويل. الأكلات أنا هسه بالنسبة إلي تقريبا 3 وجبات دا أكل، قد تكون وجبتين أو 3، بيض ويا توست أو شوفان، او شوفان يعني بيض او شوفان، بيض وشوفان او بيض وخبز. الوجبه اللي وراها وشويه خضار طبعا. الوجبه اللي وراها تكون دجاج ويا تمن او دجاج ويا بوتيتا او سمك ويا بوتيتا او سمك ويا تمن، وزلاطات. كمية الزلاطات اللي أكلها أنا كلش هواية، مهمة جدا، لأنه أنت تحتاج الألياف. الألياف فوائدها في هضم، تساعد كلش هواية. الألياف والخضار بيها فيتامينات كلش هواية، بيها معادن أنت جسمك يحتاجها كلش هواية. فهذه هي تكون الوجبة الأساسية. ميات كلش هواية، شربوا مي، يعني أخذوا كفايتكم كل ما تعطشون. حاولوا تتجنبون المشاريب اللي هي البيبسي أو المشاريب الغازية اللي بيها سعرات حرارية، ممكن تستبدلوها بالزيرو أو الدايت بس بنسب معينة، لا تأخذون معدها هواية. يعني لو عصير أو دايت، أنا أفضل الدايت لأن العصير بيه كميات سعرات حرارية وسكريات كلش عالية. ابتعدوا عن الحلويات، رمضان جاي، ابتعدوا عن الحلويات منها. سعودوا نفسكم تبتعدون عن الحلويات، إذا جوعانين أكلوا أكل، وجبات أكل وبس. فسوري طولت الفيديو عليكم، بس أتمنى أنه استفادتوا من الأسئلة هذه وبالإجابات. إذا تحبون هذه الفقرة اشتركوا بالقناة، سووا لي لايك حتى تدعموني أنه أسويكم بعد فيديوهات مثل هذه. تريدون هذه الأسئلة تنزل على الإنستغرام ستوري تقريبا كل خميس. إذا حبيتوها لهذه الفقرة كتبوا لي بتعليقات آراءكم، وشكرا، مع السلامة. أخوكم سيف الياسي.